لا أفهم، لماذا أعاقب وحدي؟ لأنك بدأت المشاجرة. رفض إعادة كتابي. طلبت منك ترك الكتب في غرفتك. لا تلوم أحداً إلا نفسك. لا يحق له أن يخطفه مني. هل يعطيك ذلك الحق في أن تبدأ في الشجار واللكمات؟ لم يكن الكتاب فقط. ماذا كان إذن؟ لا شيء، سأتكلم في الاعتراف. مهما حاولت تبدو مصراً على اتخاذ الطريق المؤسف الذي اتخذه أخوك. هذه خسارة. سام، أنا أرى. سوف نصعد ونلتقي. قلق جدا. حسناً، بخفة وهدوء. أليست مهمتنا مساعدة الأطفال أمثالي؟ في الوقت ذاته أهملت عشرات الأطفال الآخرين تحت رعايتي. ماذا تريدين أن أفعل؟ تعرف رأيي. لست مستعداً للتخلي عنه بعد. لا يمكنك الاستمرار في تجنب الأمر. اسمعي، سأتحدث إليه في الصباح، مفهوم؟ طابت ليلتك يا أبتة. طابت ليلتك يا أخت كاثرين. يجب أن أصل إلى النافذة. هيا تحركي يا أختاه. سام، أوه
عليك تعلم توخي الحذر. حسنا. تسرني رؤيتك يا أخي. ما هذا؟ حقا مجددا؟ هذا لا شيء. قلت ستبعد عن المشاكل. لكنه كان يهيننا. إذن؟ لقد قال إن أبي هجرنا وإن أمي ستتعذب. نيثن اسمع، يقولون ذلك لأنه يضايقك. حسنا، عليك تجاهل ذلك. لن تفعل. افعل ما أقوله وليس ما أفعله. خذ، ستمرض. إذن ماذا تفعل هنا بأي حال؟ إذا رأتك الراهبات فستحضر الشرطة. لدي شيء لك، لا يؤجل للكريسماس. ماذا؟ في الخارج. ماذا عن البعد عن المشاكل؟ هذا استثناء. حسناً. قفزة جيدة. هيا هيا أعطني يدك. أنت خفيف الوزن، ألا تطعمك الأخوات؟ المكان يبدو خالياً، أين الجميع؟ في قراءة للإنجيل. ياه، أذكر هذه. كيف حال الأب دافي؟ إنه الوحيد اللطيف هنا، تعال لتحيتي. لا أريد تلقي اللوم. من هنا. كان هذا سهلا. هيا. لم تدعم. أنا فعلت أقله، اعتقدت ذلك. لا يهم، سنتبع الطريق المرتفع. مرتفع؟ اتبعني فحسب. شاهد هذا. سنتبع الطريق المرتفع. فعلت هذا من قبل؟ مرة أو مرتين. هيا دورك. إذن ماذا كنت تفعل؟ أعمل في الغالب. ما زلت مع تلك الفتاة؟ من؟ تعني كريستل؟ نتواصل وننفصل. حاليا نحن منفصلان. في الأمر، يمكنك هذا. أمسكتك. أرأيت؟ لا مشكلة. أجل بلا صعوبات. ابقى معي. نعم جدا. من هنا. خلفك تماما. قفزة قادمة. حسنا. حسنا، في المنتصف تماما. في هدوء وسهولة. هل كانت تلك خطيئة؟ أعتقد أنها خطيئة. جاهز يا طرزان؟ نعم. حسنا، هيا. Huh?
منظر جميل. نعم، ليس سيئا. هل أتيت هنا من قبل؟ هذا السطح تحديدا؟ لكنك تعرف الطريق، صحيح؟ تقريبا. انتظر هنا وراقبني. دورك. حسناً هيا فعلك، لا تفكر في الأمر كثيرا. تبا أمسكت بك. هيا هيا هيا. نجحت؟ نعم بالطبع نجحت. أتعرف؟ هل تقدمت أنت؟ حقاً؟ نعم حقاً، سأضع توجيهاتك. أحسنت يا نيت. نحن ذا. واو. حسناً اتجه للأسفل. وهكذا خرجنا. حسناً. انظر لهذه. الطراز 250. 250؟ أما تتكلم، لا هذه 500 سي سي ثنائي. مستحيل. نعم. من أين سرقتها؟ واو، أنا أحتاج، لكن أؤكد لك أنني تغيرت تماماً. اشتريتها بأموال اكتسبتها. هيا اركب. ماذا؟ لا تفعل هذه الأمور إلا لكي ترضيني. أنت ذكي أكثر من اللازم. حسناً، لدي مهمة عمل مربحة جداً، لكن سأغادر لبعض الوقت. كم من الوقت؟ حوالي سنة على أقصى تقدير، ولن تشعر بغيابي. اتفقنا؟ ستتخلى عني. لا داعي للشعور بالأسف. ألم يكفي أن تتركني في ذلك المكان؟ كيف يمكنك أن تفعل هذا بي؟ انتظر، أفعل هذا من أجلك. المال الذي أجنيه لكلينا، وبعد سنتين بعدما تتركه. بعد سنتين؟ خذني معك. بالكاد أتحمل مسؤولية نفسي. سأشارك معك. أعرف أنك تعتقد أن الملجأ سيء. لا فكرة لديك. نعم، ولكنه أفضل شيء لك الآن. حسناً، عليك أن تثق بي. ليس عدلاً. اسمع، حياتنا ليست عادلة، لكننا اجتزناها، صح؟ أكيد. حسناً، الدراجة لم تكن المفاجأة الوحيدة، وسأفسد المفاجأة التالية. ماذا؟ وجدت أشياء أمي، تتبعت من اشتراها من والدنا. إن كنت تدعي هذا لتسعدني. إلا أقسم لك. أين؟ في نصف البلدة الآخر. ما رأيك في استعادتها؟ تعني نسرقها؟ ليست سرقة طالما أنها كانت ملكنا. الشرطة لن تتفهم هذا. فلنتجنب القبض علينا. أنت جاهز؟ أكيد.